السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة الإسلام هو السلام. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وإبداء رأيكم بالمحتوى الذي تريدونه من خلال الزاوية اليسرى للمقطع، ودعمنا بلايك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، لأنكم أساس قناتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المسلمين والمسلمات في كل مكان. خير ما نبدأ به الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحقيقة أتت إلي ابنتي اليوم من المدرسة وكانت تسألني سؤالا غريبا. قالت لي: أمي، ما هو الفرق بين البصر والنظر؟ وفي الحقيقة لم تكن لدي خلفية كافية عن الأمر، فحاولت أن أؤجل الحديث مع ابنتي لأن أنا مشغولة إلى ما بعد صلاة العصر كي أكون قد استجمعت ما يكفي من معلومات. فكما تعلمون الطفل يثق بوالديه كثيرا ويثق بما يأتون إليه من معلومات، واكتشفت أن هنالك فعلا فرقا شاسعا بين البصر والنظر، وأردت أن أشارككم المعلومة تماما كما شاركتها مع ابنتي. الفرق بين البصر والنظر أعزائي المسلمين والمسلمات، سنأتي إلى هذه الفرق. لماذا أمرنا الله تعالى بغض البصر ولم يأمرنا بغض النظر؟ انظروا، قال: أغضضوا من أبصاركم، ولم يقل قال: أغضضوا من أنظاركم. فإذن هناك فرق، حيث قال الله تعالى في سورة الأعراف: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. من هذه الآية نلاحظ أن هنالك فرق بين النظر والبصر. فالنظر هو رؤية الأشياء بدون استخدام العقل، وبالتالي عدم الإحاطة بالشيء المرئي، وهذا يحدث معنا الحياة العادية كثيرا. فأنت مثلا ترى شخصا ما، ولو سألك أحد بعد ذلك عن لون قميصه تقول: لا أعرف، لم أنتبه، لم أركز. إذن هذا بالنسبة إلينا بموضوع اللغة أو العلم يسمى نظر، تكون النظرة خاطفة ولا تكون متمعنة أبدا. أما البصر فهو رؤية الأشياء مع استخدام العقل والتركيز. البصر رؤية الأشياء مع استخدام العقل والتركيز، أي الإحاطة الكاملة بالشيء المرئي. ولذلك نحن مأمورون بغض البصر وليس غض النظر. ولذلك أيضا فإنه يمكن النظر إلى المرأة في حالات كثيرة ومواقف كثيرة نمر بها، إذ لا مناص من ذلك. ولكن لو زاد النظر عن المطلوب وتحركت الأحاسيس الفطرية، فإن النظر يتحول إلى بصر، وهنا يأتي الأمر بالغض. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولذلك أيضا فإننا نجد من أسماء الله تعالى البصير، ولا نجد من أسمائه الناظر. قال الله تعالى: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فالبصر أقوى وأعمق وأشمل من النظر، والله بصير، أي يحيط بكل شؤون عباده من الداخل والخارج. ولاحظ معي مدى دقة نظام كلمات القرآن، فعندما يأمرنا الله تعالى بالتدبر في خلقه فإنه يأمرنا بالنظر لا بالبصر، فيقول: أفلا ينظرون إلى الإبل، أفلا ينظرون إلى السماء، فلينظر الإنسان مما خلق. هذه الآيات استخدم النظر، لأن هذه الآيات معجزة ولا يستطيع أحد الإحاطة بها أو الإلمام بمكوناتها، فالنظر هنا أولى من البصر. فيا سبحان الله، معلومات قيمة على ما أعتقد، وسعدت لأن ابنتي أخذت درجة عالية من معلمتها عندما أعطتها تلك المعلومات وفهمتها وشرحتها بشكل مبسط أمام صديقاتها. وأتمنى منكم أيضا أن تتعلموا ما تعلمته أنا وابنتي لهذا اليوم، وأتمنى من هذه المعلومات القيمة أن تكون قد أثرت معلوماتكم أيضا أعزائي المستمعين والمستمعات. لكم مني كل الحب والتقدير. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإذا أعجبكم المقطع لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، ولا تنسوا أيضا مشاركة المقطع مع من تحبون لتصل الفائدة إلى أكبر قدر ممكن من المستمعين والمستمعات. معكم الدكتورة عمر، وإذا كان لديكم معلومات قيمة أخرى أوردوها في التعليق، وسوف أجعل لها مقطعا خاصا ومع اسم من أنزلها، لأقول أن صديق القناة قرر أن يشارك قصته ومعلومته. لكم من كل حب والتقديم للقناة الدكتورة عمر. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد، وشكرا وجزاكم الله خيرا.